أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من نبأكم، وكما عودناكم دائما نبدأ هذه الحلقة باستعراض أبرز المواضيع. في الحدث الأبرز، مدونون يتفاعلون مع إعلان الناظور بدء عملية اقتحام درنا في ظل التخبط داخل معسكر الكرامة. وفي الأكثر قراءة، متهم في قضية أطفال الشرشار بسرمان يسلم نفسه. وفي الترند العربي والدولي، مغردون يتفاعلون مع هاشتاج اعتزال القحطاني. وفي حدثنا الأبرز مشاهدين لهذا اليوم، تفاعل مدونون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع إعلان ميليشيات الكرامة بدء هجوم على مدينة درنا لاقتحامها. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس أركان ميليشيات الكرامة عبد الرزاق الناظوري أن الأخير أصدر أوامره باقتحام المدينة عقب اجتماع عقده السبت الماضي، بحث خلاله آخر تحضيرات ميليشيات الكرامة للهجوم. من جهته، نفى مسؤول الإعلام بمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري بدء ميليشيات الكرامة هجوما على المدينة، وقال إن ما يتداوله هو عبارة عن تأجيج إعلامي غرضه الرفع من معنويات ميليشيات الكرامة. هذا الخبر أثار العديد من ردود الفعل، خصوصا بعد التخبط الحاصل في صفوف معسكر الكرامة، ورصدنا بعضا من التعليقات والتغريدات. نبدأ من الفيسبوك وتعليق الناشط حافظ مفتاح الضبع، والذي كتب معلق على هذا الموضوع: الناظوري، صحيح أنك أعلنت بداية الحرب على درنا، ولكن أعلم أن نهايتها ستكون لصالح أهل درنا. فيما علق الكاتب الصحفي عصام الزبير: جميع مكونات المدينة قالت كلمتها قبل أشهر، المكونات السياسية والعسكرية والاجتماعية، أي اعتداء على درنا يعتبر خط أحمر للجميع. نعم للمصالحة وحقن الدماء بين أبناء الوطن الواحد. نذهب سويا إلى تعليق آخر، وأحد شباب مجلس شورى درنا: هم أبناء درنا وهم ولهم الفضل بعد الله في أمن وأمان المدينة في حضور جميع المكونات. نذهب إلى ناشط حميدة الجرو، والذي كتب أيضا: درنا الدخول لها ليس مشروع حفتر، بل هو مشروع مصري إماراتي، وحفتر أداة تنفيذ، يعني الأدوات يمكن تغييرها ويظل المشروع مستمر. تقع مسؤولية حماية أطفال وشيوخ ونساء درنا على ما يسمى بالمجلس الرئاسي من طائرات مصر والإمارات. فيما علق أحمد شركسي ساخرا: هل سيتصل غسان سلامة اليوم بحفتر ليطمئن على سير العملية العسكرية في درنا أم بالناظوري؟ ومن التعليقات على فيسبوك ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى التغريدات على تويتر، بداية من تغريدة المحامي الدولي والصحفي محمد رفعت، والذي غرد: اجتياح درنا الساعات القادمة الذي أعلنه الناظوري أحد قادة ميليشيات حفتر سيتم بمشاركة الجيش المصري، التي أعلنت أن السيسي زجه في ليبيا، وهي جريمة حرب تختصها الجنائية الدولية، المجزرة المرتقبة لإثبات قدرة ميليشيات خليفة حفتر على الوجود، بدونها فأين غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة؟ فيما غرد المدون حمد العلواني انسحاب كتيبة 106 من محاور درنا على أثر خلاف مع كتيبة أولياء الدم، ميليشيات متناحرة. فيما غرد المتحدث الرسمي باسم شورى درنا محمد ادريس المنصوري: بالامس احمد المسماري الناطق باسم عمليه الكرامه يقول: ننتظر الاعلان لتحرير درنا من قبل المشير حفتر، واليوم الناظوري يعلن التحرير المزعوم لدرنا. السؤال: لماذا هذا التخبط والتجلط لدى ميليشيات حفتر؟ الناشط سمير الكذيكي غرد: الهجمة التي يجهز لها الآن الغرض منها سيل الدماء بين الطرفين حتى تستمر الحرب وتصبح ثأر كما حدث في بنغازي. والآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى موقع النبأ.تي في والخبر الأكثر قراءة، والذي كان بعنوان: متهمون في قضية أطفال الشرشاري بسرمان يسلم نفسه. ونقرأ في تفاصيل الخبر أن جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية أعلن تسليم أحد أبرز المتهمين في قضية قتل أطفال الشرشاري. وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن المتهم يدعى لطفي عبد المجيد أحمد بغرارة، من مواليد مدينة سرمان، ويبلغ من العمر 27 عاما دون ذكر تفاصيل أخرى. وكان الجهاز أكد في وقت سابق أن التحقيق في القضية ما يزال مستمرا، وأن المتهم الرئيس فيها هو النمر المحجوبي الذي يتلقى العلاج وهو بصحة جيدة.
ومن الأكثر قراءة إلى صفحة النبع على فيسبوك والمنشور الأكثر تفاعلا والذي كان لكلمة رئيس غرفة البنيان المرصوص بشير القاضي، والذي قال إن مقاتلي البنيان المرصوص والجرحى والمبتورين جرى تجاهلهم بالكامل، وتحصل هذا المنشور على أكثر من 270 لايك في 24 ساعة الماضية كما نشاهد الآن على الشاشة. أما الفيديو الأكثر مشاركة فكان لمقابلة والدة الطفل الليبي علاء في برنامج السابعة. علاء الذي عبر البحر طالبا للعلاج بعد قصة معاناة طويلة، وتحصل أيضا هذا الفيديو على أعلى نسبة مشاهدة، اتحظى بأكثر من 4000 مشاهدة. لنتابع سويا. الأردن وتركيا على حسابنا، يقولوا لنا بر وبر ويمشي، وهذه ما فيش شيء. والله يقرب وهبنا في تركيا بعدنا شهرين، ويا ريت داروا لنا حل، والله ما داروا لنا حاجة. الله لا رزقنا بولد حلال غادي بسلفنا منه باش روحنا، شحورونا من غير فايده، الناس يطينه هو تعب من الطبي معاش يحبه والمراجعات، شقيه هو بالمرض وحنا شقينا بجرته في التعب معناها في القلب والجيب. والله الايام التاليات هذا كل يوم نمشي لطرابلس، وخوه حتى من السياره باح على خاطره، والله ما مرات ما نطلب الا طبه في السياره. اليوم 10 سنين وحنا نعانوا 10، والحاله بالهول، مره هيك ومره هيك، مع خوته ما قولوش ارواحهم بكل الا اللي يحصلها كل الصفوة على علا، واحنا قالوا خونا مش مسيبينه، اللي نباها اللي يستحقها من ديره هلا، لا نبو بني لا نبو زواج لا نبو حاجه ننعالج خونا. وانا تعبت حتى عندي الضغط، وصار لي انفجار في الدماغ، نزيف في الدماغ، والله شهر في غيبوبه ماشيه جايه، وانا نمشي معاه نتعب في الطريق، يرقى لي الضغط ونتعب، تعبت هلبه. بالنسبه لي علاء تعبني وهو تعب من الدي، وانا تعب من تعبت من هو معناه من تشحويره، ودار فيا هلبه في الطبي، والله ما لما يفتح لي مع الرواشد ويساعدوا فيا الدكاتره والممرضات كلهم يساعدوا فيا بالحق، والله لو وقفوا معاه. لكن هذا حاجه زي هذه ما قدروش عليها، وين ما هو اول ما مرضنا عادي عالجوه، ولوا حلباي وين ولونا قالوا لي لازم مزرع، وين ما يولينا اربع مرات يوليله، وهذه الخامسه المرض، وين ما يعالجوا فيه هم يضربوا له في الكيماوي ويولي به سنه اثنين ويولي للمرض. والايام الاول التاليات تعب هلبه، والله ما يبيه الطب، قال انا كرهته نبي نموت في الحوش، ما عادش نبي الطب فيه الا في السياره، والله ما يفتح فينا الا بيبان السياره في الطريق، يبي يطيح يبي ينتحر، قال ننتحر ولا نمشي للطبي، اللي جاه جاه علي جاء تحط. أما الآن إلى الترند العربي والدولي، حيث تفاعل مغردون مع هاشتاغ اعتزال القحطاني، وتصدر هذا الهاشتاغ قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر. فلقد أعلن ياسر القحطاني قائد نادي الهلال السعودي اعتزاله كرة القدم من خلال مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر في سابقة تحدث لأول مرة، حيث خلع القحطاني في الفيديو قميص الهلال ووضع وشاح النادي ليعلن أنه بدأ مرحلة جديدة مشجع مع النادي. وفي أول رد فعل رسمي على القرار، أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية تحمله تكاليف إقامة مهرجان اعتزال القحطاني في الوقت الذي يحدده اللاعب. وتفاعل النشيطون ومحبي الساحل المستديرة مع هذا الهاشتاغ بشكل كبير. لنذهب سويا ونقرأ بعض التغريدات، بداية من تغريدة نويصر: كيف بيكون رقم 20 على لاعب غير ياسر؟ هاشتاغ اعتزال ياسر القحطاني. حسن العتيبي غرد: ترجل الفارس بعدما نثر إبداعه في كل مكان، قائد ملهم ولاعب ممتع وصديق، وفي كل التوفيق لك أبو عبد العزيز، ستظل ذكرى جميلة في قلوب جميع الرياضيين. حسب هلالي غرد: ستبقى لي الأبد رمز من رموز الهلال، ستبقى في قلب كل عاشق هلالي، وداعا أيها الأسطورة من ساحة الملعب، وأهلا بك عاشقا بيننا. قامت قناة النبأ باستطلاع رأي على منصتي فيسبوك وتويتر حول حالة حفتر الصحية في ظل تعدد الروايات عن حالته، ما إذا كان بوضع حرج أو ميت، وما إذا كان حفتر يتعافى أو بصحة جيدة. نتابع معكم نتائج الاستطلاع بداية من منصة الفيسبوك. إن صوت متابعو القناة بنسبة 34%،
حفتر يتعافى أو بصحة جيدة، وصوت آخرون ب 66% لحفتر بوضع حرج أو ميت. أما على منصة تويتر كانت نتائج الاستطلاع كالتالي: مغردون صوتوا بنسبة 25% حفتر يتعافى أو بصحة جيدة، وصوت آخرون ب 75% حفتر بوضع حرج أو ميت. بهذا الاستطلاع مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من نبأكم. كالعادة بإمكانكم متابعتنا عبر منصاتنا المختلفة فيسبوك، تويتر، تيليجرام، أيضا على موقعنا الرسمي النبأ.تي في. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.